السلام عليكم، في صباح الخير عمر. مهم فيديو جديد ومناقشه جديده لاحد افلام عالم مارفل السينمائي، سبايدر مان نو واي هوم. واه على ديزني، واه واخيرا قدمت واحد الفان سيرفيس للجميع اللي فان ديال اليونيفرس ديال سبايدر مان، للناس اللي قاري الكوميكس وملمين بالكوميكس وبالديتيلز ديالو، للناس اللي مفرجين فقط في الافلام الخمس السابقه ديال سبايدر مان، ديال توبي ماغواير الثلاثيه ديالو، ولا الثنائيه كذلك ديال اندري غالفيرد ديال اميزينغ سبايدر مان الاول والجزء الثاني. بطبيعه الحال الفيلم كان اوسم من جميع النواحي، خصوصا لي ديتيلز اللي كانوا منتشرين في الفيلم من اول دقيقه حتى لاخر دقيقة. كما تسميهم في العالم السينمائي الايستر ايجز، يعني داك البيض اللي تكونوا مخبينه وداك الشيء كامل. المهم بحالو كاين معلومات كانت منتشره على طول الباك جراوند ديال الفيلم، خصوصا عاوتاني الصدمات اللي كانوا او الشخصيات اللي ظهرت في الفيلم اللي غيكون عندهم واحد المستقبل كبير في الام سي يو او في الساكا الجديده اللي غتبدا مارفل اللي هي المرحله الرابعه. الدرج ديال الفيلم ذا سبايدر مان نو واي هوم تجمد بشكل كبير على التريلوجي ديال توبي ماغواير وكذلك الثنائيه ديال اميزينغ سبايدر مان الخاصه باندرو غارفيلد، لانه بعض الحوارات تكونوا معتمدين عليك انت كمشاهد ديجا وسمعتيهم في هذه الافلام الخمس السابقه، ابار الافلام الخاصه بتوم هولاند بالشخصيه ديال سبايدر مان ديال هوم كومينغ فروم هوم والظهور الاول ديالو اللي كان في الجزء الثاني ديال كابتن امريكا سيفل وور. وكيف ما تنقول لكم ديما، اي واحد باغي يتفرج شي فيلم او مسلسل اللي تطرح دابا مارفل حاليا خاص ضروري يكون تفرج في الساقه الاولى اللي تتعلق بال 2019 اللي بداش مع ايرون مان وسالت مع الفيلم ديال اند جيم، ابار الافلام اللي صدرت من بعد هذه الساقه هذه تشانك تشي ايترنالز هوك اي كمسلسل بلاك ويدو، يعني هاد المسلسلات كاملين او هاد الافلام عندهم واحد التاثير على القصه ديال نو واي هوم، يعني عباره عن ايستر اكس كما قلت لكم في بدايه ديال الفيديو. سو نقول لكم حاجه واحده، تبقى ما يركز مزيان بيكوز اتس غانو بي اوسم. نقول لكم حاجه واحده بعدا، غنقوم بواحد المراجعه نورمال الفيلم دابا، مي غنطرح واحد الفيديوهات عاوتاني اللي غيكونوا عباره عن معلومات منتشره كانت في الفيلم، يعني غنحاول ما نحاولش نحط كل شيء في فيديو واحد. ليتس جيت ستارت. هلو سيكوين كاميرا. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. حدث الفيلم نو واي هوم مباشره بعد انتهاء الجزء الثاني ديالو ديال فروم هوم، بدايه انتشار خبر هويه سبايدر مان الحقيقيه من طرف ميستيريو اللي فبرك واحد الفيديو ونشر عن طريق الاخبار وقال فيه باللي سبايدر مان هو اللي هاجمه، هو اللي قام بالقتل ديالو وكذلك هو اللي كان سبب في انتشار الدرونات الحربيه التابعه لشركه ستارك اندستري وهي اللي تسبب في انهيار الجسر ديال لندن. ومن هنا تتقلب الحياه ديال بيتر باركر از سبايدر مان. جا البوليس ولقاو القبض عليه هو وعمته وصحابه بجوج نيد وام جي وحقوا معاهم، ولكن الشرطه ما لقات حتى شي دليل قاطع باش تقوم بالادانه ديالهم وخرجوا من التحقيق بفضل المحامي الشهير مات ميردوك اي كي اي ديل ديفل. وهنا الصدمه الاولى اللي كانت في الفيلم ذا نو واي هوم. اور ديال الشخصيه ديال مات ميردوك از دير ديفل تدل على حاجه واحده باللي صافي مارفل خدات الشخصية ديالها وغيكون عندها واحد المستقبل كبير في الام سي وفي المرحلة الجديدة ديالها، بما ان مارفل صافي خدات كاع المسلسلات ديالها من عند نتفليكس، دير ديفل، جيسيكا جونز، لوك كيج، ايرون فيست على ما اظن، يعني هادو كاملين هاد المسلسلات خداتهم وحطاتهم دابا في البلاتفورم ديالها وتقدر تستغلهم في اي لحظة في العالم ديال الام سي يو. نكملوا الاحداث ديال الفيلم ديالنا. بيتر باركر واصحابه بجوج ام جي ونيد حياتهم تتقلب كاملة، حتى حياتهم المدرسية كذلك، بسبب انهم حتى شي جامعة ما بغاتش تقبل عليهم، حتى الجامعة الاخرى اللي كان
كان عندهم الامل فيها الاي ام تي او ام اي تي ما علينا ما قبلاتهمش. وهنا فين كان الحل؟ كان حل في واحد اللعبه صغيره كانت عباره عن شكل ديال دكتور سترينج. وهنا قرر بيتر باركر انه يطلب مساعده من عند دكتور سترينج ويمشي عنده. طلب من دكتور سترينج انه يرجع بالزمن ويحبس هذا الانتشار ديال هذا الخبر باللي سبايدر مان هو بيتر باركر. دكتور سترينج ترد على بيتر باركر تيقول لي ما بقاش عندي الحجر ديال الوقت او تايم ستون باش نقوم بهذا الشيء كامل اللي تقول فيه. مي عندي لك واحد الحل اللي تمثل في واحد التعويذه بسيطه اللي تقدر تنسي كل شيء شكون هو سبايدر مان. وهنا شكون اللي تيدوي؟ تيدوي وونغ. وونغ تيحضر دكتور سترينج من هذه التعويذه والتاثير ديالها اللي يقدر يتسبب في الزمكان. انا طبيعي الحال ترد عليه دكتور سترينج وتقول لي واش عقلتي لواحد الحفله قمنا بها في القمر تعرفش؟ يقول لي لا. تقول لي اش هي التعويذه صدقات؟ وونغ تحضر دكتور سترينج يقول لي بعدني من هاد الشعبات ديالك رجع في حالي القمر تعرفش. دكتور سترينج شد مع بيتر باركر القبو ديال المعقل ديالو اللي كان القبو عباره عن واحد الكهف كبير. هاو اي دونت نو. المهم دكتور سترينج تيقوم ببدايه التعويذه ديالو. هنا بيتر باركر تدخل خمسه ديال المرات. لا خلي ام جي تبقى عاقل عليا بصفتي انا بيتر باركر. لا ناد صاحبي. لا عمتي مي. لا هوب هوغن ولا ما سميتو. يعني هاد التاثيرات كامله او التدخلات اللي قام بها بيتر باركر على التعويذه ديال دكتور سترينج تسبب في ان الزمكان كان غيدمر بسبب هاد التدخلات ديالو. وهنا استطاع دكتور سترينج انه يحتوي هذه التعويذه هذه وما يقدرش انه يتسبب في تدمير الزمكان او تدمير الخط الزمني. دكتور سترينج هنا تيقول بيتر باركر واش حاولتي انك تطلب سميتو العفو من عند الجامعه او اي جامعه انت تقدمتي لها؟ قال لي بيتر باركر لا. ودكتور سترينج تجري على سبايدر مان او بالاحرى بيتر باركر. بيتر باركر قرر انه يستعين بالمساعده ديال فلاش ويقول ليه فين كاينه المديره ديال الجامعه ديال ام تي اي والاي ام تي المهم علينا. قال ليه هربشات المطار في الطريق ديالها للمطار. باركر تلحق عليها ولكن شكون اللي تدخل؟ تدخل دكتور اكتوبوس. المعركه اللي دارت ما بينه وما بين سبايدر مان في الجسر كانت اوسم من ناحيه التحريك من ناحيه السي جي. عارفين ديزني بطبيعه الحال السي جي اي ديالها دائما تيكون في القمه مقارنه مع باقي الافلام والمسلسلات. في الحال هنايا دكتور اكتوبوس تقول شكون هو هذا سبايدر مان هذا اللي تضارب معاه؟ انت ماشي بيتر باركر اللي تنعرف. هنا توم هولاند اي كي اي سبايدر مان ديالنا اللي تنعرفوا في هذا اليونيفرس يقول لي وات ذا هيل ار يو توكين اباوت؟ اي ام سبايدر مان. اي ام بيتر باركر. هو ار يو وات از ذيس يونيفرس؟ ما هذا الكون؟ وهنا شكون اللي تيدار؟ تيدار لينا جرين جوبلين. تقوم القاء القنبله ديالو. وهنا شكون اللي تدخل؟ تدخل دكتور سترينج وجمع واحد البوكس نسيت السميه ديالو. المهم داك البوكس احتوى داك التعويذه اللي قام بها في البدايه ديال الفيلم وقال ليه باللي قال سبايدر مان دكتور سترينج باللي احنا اثرنا على الزمكان او الفابريك ديال الزمكان وتسببنا في انحلال اليونيفرس او بفتح اكوان متعدده واللي خرجوا منه هاد الاشخاص انت اللي تشوف بهم. دكتور سترينج هنا تلقى القبض على السحليه اللي زدرت اللي ظهرت معنا في الجزء الاول ديال اميزنج سبايدر مان ديال اندرو غارفيلد. واحد المعلومه على السريع تقدر تكون عارفينها تقدر ما تكونش عارفينها. ديك اللي مثل الدور ديال السحليه اللي تعرفنا عليه حنا في اميزنج سبايدر مان الجزء الاول راه في الفيلم عباره فقط عن سي جي اي. يعني داك الشخص اللي مثل داك الدور بانه دكتور ولا اللي بان معنا في اخر لقطه في الفيلم ديال نو واي هوم راه حتى شي واحد ما كان مثل الدور فقط عباره عن سي جي اي والصوت والشكل ولا التحريك وداك الشيء كامل خذوه فقط من اميزنج سبايدر مان وحطوه يعني سابوت. حتى بالنسبه الكاركتر ديال ذا ساند مان حتى هو كذلك راه ما كانش ممثل ولكن تيمثل الدور فقط خذوا داك ساند مان اللي بان معنا في الثلاثيه ديال توب ماغواير الجزء الثالث ديالو شدوه سي جي اي والصوت هادشي كامل وحطوه في فيلم ديال نو واي هوم. يعني هاد جوج الممثلين راه ما كانوش فقط عباره عن سي جي اي وخادوا الصوت وهادشي كامل من هاد الافلام بجوج سبايدر مان الجزء الاول وسبايدر مان الجزء الثاني الجزء الثالث اللي تيتعلق بتوبي ماغواير. بالنسبه جيمي فوكس الكترو ويليام دافو اللي مثل جرين جوبلين ولا داك الشخص نيت اللي مثل دكتور اوكتوبوس هادو فقط الفيلنز او السوبر فيلنز بثلاثه اللي مثلوا الادوار ديالهم السابقه. نكملوا قبل ما يظهر دكتور سترينج ومعاه داك البوكس ديالو اللي حبس فيه التعويذه قبل ترى واحد الحوار ما بين بيتر باركر توم هولاند مع باقي السوبر فيلنز. كل واحد تيقول لي شنو غيطرى ليا وكل واحد تيقول لي انت ماشي سبايدر مان اللي تعرف او بيتر باركر اللي تنعرف. وهنا تيقول لي كل واحد باللي غنموت في اليونيفرس ديالي او شي واحد غيقول انني غيتم القبض عليا في اليونيفرس ديالي. وطبيعه الحال هنا بيتر تيقرر انه يقوم بالمساعده ديالهم وبابطال المرض
اللي هما فيه لحسب ما قالوا هو مرض، هو راه ماشي مرض، مي هما سوبر فيلنز عندهم قدرات خاصه. دكتور سترينج هنا تيدخل بالبوكس ديالو تيقول بيتر باركر باللي الا بقى هاد الشخصيات هادو في اليونيفيرس ديالنا غيكون واحد التاثير على اليونيفيرس ديالهم وعلى الخط السير الزمني، او على التاثير غيكون على الزمكان. وهنا بيتر باركر تيقوم بالمواجهه ديال دكتور سترينج، ياخذنا عند البوكس وهنا تيبدا الابداع البصري في المواجهه ما بين دكتور سترينج وسبايدر مان في البعد ديال المرايا. البعد ديال المرايا كان ابداع خطير. اصلا قبل ما يبدا ديال المواجهه في الباب ديال المعبد ديال دكتور سترينج، طرات واحد المواجهه بسيطه واللي غنشرح عليها وخصوصا واحد اللقطه فاش دكتور سترينج ضرب بيتر باركر وخرجوا من الجسد ديالو، يعني الروح ديالو خرجت، هنا بدا شي هذيك الاسقاط النجم وداك الشيء. هنا دكتور سترينج باغي ياخذ الكيوب من عند سبايدر مان، هو بسبب الحاسه ديك تينكس ولا ما عرفتش يقول لك الحاسه ديال سبايدر مان تحرك في يديه بلا وعي هنا. ولكن في ديك اللقطه الا ركزتوا على الهاله ديال هذا السنس هذايا على سبايدر مان من ناحيه راسه غتبان لكم لاول مره في جميع الافلام ديال سبايدر مان ديال توم هولاند، ما عمرها ما بانت حتى في الفيلم ديال نواي هما هذايا. شحال من مره ظهرت لنا هذه الحاسه هذه تتاكشيفا ما بانش لنا ديك الهاله في الجنب، اول مره تتبان معنا في الفيلم ديال سبايدر مان الخاص بتوم هولاند، او حتى في الافلام السابقه بخمسه ديال توم ماكواير ولا ديال حتى ديال اندرو غارفيلد. يعني هاد لي ديتيلز هادو كانوا مهمين واستمتعت بهم بشكل كبير. المواجهه اللي طرات في البعد ديال المرايا ما بين دكتور سترينج وسبايدر مان كانت اوسم، ولكن كانت الختاميه ديالها عبقريه بشكل كبير، لانه بيتر باركر اكتشف باللي هاد البعد هذا ديال المرايا عباره عن اشكال هندسيه، وبما انني انا بيتر باركر مبدع في الفيزياء والرياضيات نستغل هادشي. وهنا قام بالاطاحه بدكتور سترينج without any super magic power، استطاع انه يغلب دكتور سترينج وحصل على الكيوب منه وكذلك الخاتم اللي تيفتح به دكتور سترينج البوابات عن بعد. بيتر باركر ملي حصل على الكيوب ورجع الكهف ديال دكتور سترينج، هنا قرر انه يلقى جرين جوبلن. وهنا شكون اللي تيدوي دكتور اوكتافيوس، تيقول بيتر باركر باللي الشخص انت اللي تحاول تقلب عليه عباره عن شبح جرين جوبلن اي كي اي نورمان اوزبور راه مات. احنا كيف ما عارفين احنا في الجزء الاول ديال سبايدر مان ديال توبي ماكواير راه مات بسبب الشيطار ديالو بهذيك المركبه اللي تيطير به، يعني ما جديش، يعني 6 سنين قبل على حسب الاحداث ديال الثلاثيه ديال توبي ماكواير. يعني هنايا كيفاش باقي حي نورمان اوزبور؟ هذا هو السؤال اللي غيفرقع عليا مخي، لانه نورمان اوزبور ميت على حسب الثلاثيه ديال توبي ماكواير، دكتور اوكتافيوس حتى هو ميت، جيمي فوكس في الفيلم الجزء الثاني ديال اميزينغ سبايدر مان حتى هو كان على وشك انه يموت، ابار ساند مان اللي ما كانش غيموت على حسب الثلاثيه ديال توبي ماكواير، ولا حتى جا ليزر حتى هي ما ماتش تم الالقاء القبض عليها وتحبست في الحبس. يعني هنا في مقاد تساؤلات بشكل كبير. المهم سبايدر مان تمشي يواجه هاد جرين جوبلين، تمشي تقلب عليه، ولكن شكون تواجه؟ تواجه جيمي فوكس. البنت اللي مشى فيها سبايدر مان لهاد المواجهه هادي راه كانت السوت ديالو الاصليه اللي ظهرت معنا في الكابتن امريكا سيفل وور، يعني اللبس العاديه وفيها داك فرايداي ولا ما عرفتش شكون اللي سميتها اللي تتحكم في البدله، راه البدله قلبها بسبب انها عمرت بهذيك الماده الخضراء اللي لقاو عليه، غير قلبها وديك السنوكه ديالها كانت عباره عن بدله جديده وهي راه غير الخيوطه. ولكن تبقى السؤال في اللحظه ديال سبايدر مان هو تيواجه الكترو، الكترو عباره عن كهرباء، يعني اي خيط يقدر يكون عكس سيركوي ويتفرقع بيتر باركر. كيفاش ما تفرقعش؟ الله اعلم، لانه الا دققت مزيان راه ماشي سوت جديده، راه غير السوت هي نفسها ديالو ولكن قلبها للجهه الاخرى، يعني من الاوت للان، يعني من زوم اوت زوم ان. جرين جوبلن تظهر، نورمان اوزبورن تيتخلى على الكاسك ديالو الخاص بالصفه ديال جرين جوبلن. جرين جوبلن الا ركزتوا معايا مزيان في هذه اللقطه هذه، او نورمان اوزبورن فاش تخلى على الخوذه ديالو وهرسها تتذكرني مباشرة باللقطة اللي تخلى فيها توبي ماكواير بصفته سبايدر مان في الجزء الثاني ديالو، تخلى على اللبسة ديالو ولا حفطة رولز بالحشرة، نفس اللقطة نفس الفريم. ونزيدكم واحد المعلومة، نورمان اوزبورن راه هو عنده جوج شخصيات، نورمان اوزبورن الطبيعية الطيبة اللي تنعرفوا، وعندنا جرين جوبلن. جرين جوبلن هو اللي تأثر على الشخصية ديال نورمان اوزبورن على طور الأحداث ديال في الجزء الأول توبي ماكواير ولا الأحداث ديال نو واي هوم. ولكن هنا تيبقى السؤال، شنو التفريقه ما بين نورمان اوزبورن وما بين جرين جوبلن؟ وهنا فين بغيتكم تركزوا معايا مزيان، الفرق فين كاين؟ كاين في الفجله، الفجله ديال السنان القداميين بجوج. الا شفتوا وركزتوا مزيان في الفيلم الاول اللي ظهرت فيه هذه الشخصيه ديال جرين جوبلن توبي ماكواير الفيلم الاول ديالو، ولا ركزتوا معايا مزيان في الاحداث ديال الفيلم ديال نو واي هوم، غتلقاو كل مره
تظهر فيها جرين غوبلن او نورمال اوزبورن تتسيف كجرين غوبلن الشكل ديالو تتغير، هنا تتبان الفلجة ما بين سنانه بجوج، هنا عرفوا جرين غوبلن مات. الا كانوا سنانه ملاصقين بجوج عرفوا راه هو نورمال اوزبورن ظريف طيب زوين. فن عجبني ويليام دفو صاحبي في لي ديتيلز ديالو. ويليام دفو جوج مرات يلعب دور ديال جرين غوبلن، اول مره هي في الجزء الاول ديال طوبي ماغواير بسيفتو سبايدر مان، وثاني مره هي في نو واي هوم، وباقي نفس الاداء. انا راه ندوي على تقريبا 20 عام ولا 21 عام، نفس الاداء للصوتي للجسدي حتى كذلك التعابير بالوجه ديالو. كاد داب. واللي عجبني اكثر انه جميع اللقطات اللي بان فيها ويليام دفو بسيفتو جرين غوبلن تواجه فيها سبايدر مان اداهم ويليام دفو بنفسه، يعني تقريبا 90% على حسب ما قال. وهذا اصلا هو اللي كان الشرط ديالو لديزني، انني الا بغيتي نكمل في الدور ديال جرين غوبلن انا اللي نمثل جميع اللقطات اللي غيكون فيهم القتالات الجسديه. وهادشي اللي عجبني اكثر، خصوصا في اللقطه اللي كانت المواجهه ديالو ما بينه وما بين بيتر باركر في هذيك في البنايه اللي كانوا ساكنين فيها هذا الهابي، هما طايحين من الفوق والفايت اللي دار ما بيناتهم. بيتر باركر تسلخ لي في جيم جرين غوبلن ويليام دفو يضحك. That's all you got. قدام على مشهد كان. شي جبنا الاداء التمثيلي لكل الشخصيه اللي ظهرت معنا، لا السوبر فيلنز لا حتى كذلك الادوار ديال الشخصيات الاخرين. ميستير مش ميستير، دكتور اوكتافيوس لا جيمي فوكس، اداءات ديالهم هما نفسهم اللي شفناهم في الافلام ديالهم المستقله ديال اميزنج سبايدر مان، لا تروليجي ديال توبي ماغواير، نفس الاداءات تقريبا. ابر كوميديا اللي كانت تطغى على كل مشهد تقريبا، عارفين اصلا الوصفه السحريه ديال ديزني، كوميديا دراما والاكشن. تجيني المعضلة الاولى مع الفيلم ديال المرض بيتر باركر، انت ما تقول بيتر باركر عالجهم ساكن من المرض عاد صيفطهم اليونيفرس ديالو، وانا سوقي نعالجهم. اصلا انا تبقى السؤال علاش قلتو كلمة معالجة؟ واش هما مرض؟ واش فيهم السخانة؟ واش فيهم لادياغي؟ الا عندهم قدرات خاصة سوبر باور حولهم سوبر فيلنس. وانا تبقى السؤال واش هما اصلا كاركتر نورمال بلا سوبر باور واش كانوا شريرين او حصلوا على القوه هاد القوه هادي وخلاتهم اكثر شر، او انهم كانوا تداعي والطيبه ومن بعد ما حصلوا على القوه تحرروا من ديك الطيبه ديالهم اولا واسرار، ولا كيفاش؟ الا جينا لكل واحد فيهم من هاد السوبر فيلنز اللي داروا معنا في النو واي هوم وشفنا كيفاش حصلوا على القدره ديالهم، غير بالك اختلاف. الا جينا لهنايا شغل نورمال اوزبور، نورمال اوزبور از جرين غوبلن، كيفاش حصل القدرات ديالو او كيفاش ولا جرين غوبلن؟ يعني كيف ما عارفين نورمال اوزبور في الفيلم الاول ديال توبي ماغواير هو كان مخترع او عالم، كان بالشركه ديالو تيقوم بواحد صنع واحد السيروب باش يحول الناس العاديين الى سوبر سولجر بحال داكشي ديال كابتن امريكا تقريبا، وكانت عنده الشركه اللي تيصاوب بها الادوات او الادوات اللي عند جرين غوبلن. بطبيعه الحال العمليه ما نجحتش وقرر نورمال اوزبور انه يحول نفسه بنفسه، الشيء علاش هنا ظهر معنا جرين غوبلن. اصلا كيف ما عرفنا باللي اصلا نورمال اوزبورن شرير كجرين غوبلن اولا بلا جرين غوبلن. هنا جينا الدكتور اوكتيفيوس، دكتور اوكتيفيوس كيف ما شفنا في الثانيه توبي ماغواير هو ماشي شرير اصلا، هو عالم اخترع واحد الادرع عباره عن ادرع ديال الاخطبوط من نانو سيم، وهنايا فاش طرات ديك العمليه ديال انه يصوب الشمس الطاقه الشمسيه وهادشي كامل تحرقت ليه الداره الكهربائيه اللي تتحكم في هذا الادرع هذا، وهنايا استطاع الذكاء الاصطناعي ديال هذا الادرع انه يتحكم في دكتور اوكتافيوس. يعني دكتور اوكتافيوس ماشي شرير، هذيك الالات هو اللي حولت هاد الشخصيه لشخصيه شريره. وهنا جا الحال عند سبايدر مان كيف ما شفنا في نو واي هوم، هنا جينا جيمي فوكس از الكترو، الشيد كان منبوذ في المجتمع في الشركه ديالو ولا في العائله ديالو على ما اظن في اميزنج سبايدر مان الجزء الثاني، ولكن طرات لي واحد المشكله وطاح في ذاك الحوض اللي في ذاك ذاك الثعبان الكهربائي واستطاع انه يحصل على القدرات ديالو منه بسبب انهم تبدلوا الجينات ديالو داك الشيء كامل. يعني جيمي فوكس هنا ولا سرير بسبب انه حصل على قدرات شريره. ساندمان مسكين هو مسكين غير طرات لي كان غادي هربان وطاح وتحول الجينيتيك هو ما كانش باغي يكون شرير اصلا، هو كيف مشينا في الجزء الثالث ما كانش باغي يقتل بيتر باركر غير صاحبه اللي تيرا فيه وبقى فيه الحال، بقى تيجي التأنيب في الضمير. الا جينا عاوتاني هنا شكون عاوتاني؟ صافي هادشي اللي كاين وقيله، هادو كاملين ما كانوش مراد، حصلوا على قدرات خاصه تبقى التعامل ديال كل واحد مع هاد القدره. جاتني المشكله الثانيه مع الشخصيه ديال ناد، الشخصيه ديال ناد قال لك اسيدي عباره عن ويزرد او عباره عن دكتور سفينج الثاني المينيون منه. ايمتى كانت عطاتنا ديزني او مارفل واحد الدلاله باللي ناد عنده واحد القدرات السحريه؟ قال جمله فقط في الاحداث ديال الفيلم ديال نو واي هوم ملي جا هو ام جي المقر ديال دكتور سفينج، سول دكتور سفينج قال لي تنحس بواحد الوخز في صباعي
واش هادشي يعني بان شرير؟ قال لي دكتور سترينج راه وقيلا راك غير مريض سير دوز فقط. لانه الا ركزنا في الجزء الاول ديال توم هولاند ديال بيتر بارك ديال سبايدر مان هوم كومينغ فروم فروم هوم، ما كاين حتى شي دليل قاطع بالنيت تمتلك قدرات ديال انه تتخول انه يكون ساحر. وكيف مشنا في الاحداث ديال نو هوم كان عنده واحد التاثير كبير في القصه، هو اللي حل البوابات بجوج، الاندرو غالفيلد سبايدر مان او توبي ماغواير. عطيني تفسير مقنع باللي نيت يمتلك قدرات سحريه. راها صراحه ظهور ديال اندرو غارفيلد وضد توبي ماغواير اثر فيا بشكل كبير، لانه اتي مع دانو بجوج من الخوت والسينما واو واو فريكين اوسم. لانه علاش تشوف تشايلد هود هيرو قدامك، يعني توبي ماغواير يعني ممكن من كنت صغير اول مره انونسو سبايدر مان لايف اكشن ديالو فرحت بشكل كبير، لانه شي حاجه سبايدر مان واو. وانت صغير كامل ديال الادوات ديالو اقلام كوبه شي كامل، يعني تشوف فيلم تقول شي حاجه واو، وتفرج فيه وقت صدور ديالو يعني الفيلم الاول ديالو تفرج فيه، تقول لكم انه راه 20 عام ولا 21 عام قبل تقريبا. المهم صراحه اندرو غارفيلد تو كان الاداء ديالو واو على طول النص الثاني من الفيلم، حتى توبي ماغواير. ولكن هنا فهمتي تجي الفروقات ديال الشخصيات الثلاثه ديال بيتر باركر. توبي ماغواير قدم لي الشخصيه ديال بيتر باركر بالمشاكل ديالها الانسانيه الواقع الحي اللي تعيشه ابار انه هو سبايدر مان. الا جينا لاندرو غارفيلد، اندرو غارفيلد الا شفنا الافلام ديالو بجوج ديال اميزينغ سبايدر مان بجوجهم تقدم لي الكاركتر ديال هاي سكول جونيور، شاب تيمتلك واحد القدرات خاصه وتقدم لي سبايدر مان از سبايدر مان اللي تنشوف انا في الكوميكس اللي تنشوف انا كذلك في الانيميتد سيريز، يعني از سبايدر مان تيبان لي اندرو غارفيلد. بالنسبه لتوم هولاند، توم هولاند تيبين لنا الشخصيات بجوج، يعني الزاويه بجوج، توم ماغواير از بيتر باركر او اندرو غارفيلد از سبايدر مان. وشي طبيعي الحال اللي شفنا في توم هولاند على طول الافلام ديالو اللي ظهر فيها من سيفل وور للاجزاء السابقه بجوج، لانه الا شفنا الاجزاء السابقه بجوج فروم فروم هوم وكذلك نو هوم كومينغ، هوم كومينغ كان عباره عن فقط عن طفل حصل له واحد القدرات خاصه تحولت حياته ككل وشاف راسه ضمن واحد الالهه والسوبر باور فيلنز وشي كامل في سيفل وور في اند جيم والانفينيتي وور. نضج بالي فقط في نو واي هوم بما انه عاش واحد الكابه بسبب ان الانت ماي عم ماتت، فهمتيني؟ يعني كانت واحد الدراما كانت صراحه مؤثره في نو واي هوم، اللقطه اللي ماتت فيها انت ماي والحوار اللي دار ما بين سبايدر مانات بثلاثه، كل واحد تيقول شنو طرى ليه في اليونيفرس ديالو، خصوصا الطريقه اللي حكى فيها كل واحد القصه ديالو كانت مؤثره، لا من اندرو غارفيلد لا من كذلك توم توبي ماغواير. اندرو غارفيلد صراحه اثر فيه بشكل كبير، حيت علاش؟ كانت واحد الماساه ديالو بما ان ام جي وعمو مات، لانه في اللقطه هما تيعاودوا بجوج كل واحد يقول عمي مات ومقارنه مع توم هولاند تقول عمتي اللي ماتت. لكن التاثير اللي كان كبير كان عند اندرو غارفيلد مع ان صاحبته ماتت في يديه ما استطاعش انه يعتق، مي جات الفرصه في الاخير انه يعتق ام جي الخاصه بتوم هولاند في هذا اليونيفرس. وديك اللقطه اللي اعتق فيها ام جي اثرت فينا احنا يعني في السينما كامله، تتحسب هذاك التاثير وديك الامباكت ديال انه ما استطاعش انه يعتق ام جي ديالو ولكن استطاع انه يعتق ام جي ديال خوه من هذا اليونيفرس. توم ماغواير عطانا الشخص الكبير، يعني الشخص الكبير از بيتر باركر بالمشاكل ديالو، يعني الهيئه ديالو تقول راه والد وقيل مع ام جي في اليونيفرس ديالو الخاص، يعني عنده واحد عبء كاحل عليه كبيرسون كشخص ماشي كازا هيرو كبيرسون. اوكي يعني توم هولاند تانسبير منهم بجوج، يعني نقدر نتمنوا نشوفوا توم هولاند تانسبير من هاد الشخصيات بجوج الاداءات ديالهم بجوج في الفيلم ديالو الرابع وفي الافلام اللي غيكونوا من بعد هاد نو واي هوم. تقريبا على حسب ما فهمت النيوز بلي غيكون واحد ثلاثه الافلام مستقله خاصه بتوم هولاند از سبايدر مان. حنا ما نساوش الجمله العظيمه اللي خاص ضروري تقال في اي فيرسيون من اي فيلم ديال سبايدر مان، شفناها مع توم ماغواير، شفناها مع اندرو غارفيلد، وضروري ما نعيشوها مع توم هولاند النسخه ديالو ديال سبايدر مان اللي هي with great powers come great responsibilities. لكن هنايا كانت نسخة مختلفة أو بالأحرى النسخة الأصلية من هذه الجملة اللي عشناها مع الأنت ماي في اللحظة اللي تحتضر فيها في الإيدين ديال بيتر باركر، قالت لي with great powers there must also great responsibilities. هذه هي النسخة الأصلية اللي ذكرت في الكوميك الأول ديال أميزينغ سبايدر مان، وما قالها لا أنكل بين، ما قالتها الأنت ماي، قالها ستالي الكرييتر
اللي اختار علينا سبايدر مان هو اللي قاله في اخر فريم من الكوميك. كاننا في فيرسون واحده اخرى من سبايدر مان, يعني يونيفرس واحد اخر. انت ما هي اللي عشنا معها هذه المقوله العظيمه اللي كان ديما تيقولها الانكل بيل في جميع اليونيفرس ديال سبايدر مان, كيف ما شفنا مع توبي ماغواير وشنا مع اندرو غارفيلد. حيتاش علاش حنا ما عشناش مع انكل بيل في هذه الفيرسون ديال توم هولاند لا في هوم كومينغ لا فروم هوم؟ لانه ذكر مره واحده فقط فاش كان ايرون مان عندهم في الدار وبغى يجيب مع بيتر المعركه ديالو مع كابتن امريكا في سيفل وور. بطبيعه الحال هذه المقوله هذه تقالت لا فيرسون ديالها الاصليه دير must be also great responsibilities. الامباكت اللي كان مع كان اوسم بطبيعه الحال. الناس اللي عارفين القيمه ديال هذه المقوله الا شافوا الفيلم في السينما. اللقطه الثانيه اللي عجبتني ما بين سبايدر مان عجبت ثلاثه هي فاش كانوا في اللاب ديال المدرسه, فاش كانوا في المختبر تيصاوبوا المعالجه ديال كل سوبر فيلن. طاروا واحد الحوار قبل ما الحوار عجبت ثلاثه ديال سبايدر مان ما بين نيد وما بين توبي ماغواير. نيد تيسول توبي ماغواير واش عندك تصاحبك بحال هكا في اليونيفرس هذايا في اليونيفرس ديالك الخاص؟ قال لي ايه ولكن كان شرير ومات في يدي انا اللي قتلته. الى رجعنا حنا للجزء الثالث ديال توبي ماغواير على سبايدر مان, راه ماشي سبايدر مان وبيتر باركر هو اللي قتل صاحبه. كيف مشينا حنا في الجزء الثالث فينوم ديال توبي ماغواير هو اللي هز داك اللوح وخشاف صاحبه, اوكي؟ يعني ماشي بيتر باركر هو اللي قتله. السياق هنا فين كان ما فهمتش, لانه المحاوله قال انه حاول انه يقتل, يعني كيف ما شفنا في البدايه ديال الجزء الثالث, يعني في البدايه ديال الفيلم ماشي في النهايه صاحبه عاونه في انه يواجه ساند مان وواجه فينوم. يعني شويه ويرد الحوار اللي داروا بسبايدر مان بثلاثه حول الشباك. كلشي تعجب من ان توبي ماغواير تيخرج الشباك ديالو من المعصم ديالو. الا ركزتوا معايا بشكل كبير على المعصم ديال توبي ماغواير, الا شفت ديك البقعه ملي تخرج الشباك هي نفسها بلي ديطاي ديالها اللي شفنا في الجزء الاول وهو تيحاول يجرب يخرج الشباك من ايدي. ديتيلز كان اوسم, والدهشه ديال اندرو غارفيلد كيفاش يخرج توبي ماغواير الشباك من يديه كانت اوسم. يعني بقى مركز معاه رغم ان الحوار داز, بقى مركز معاه. وكذلك تسلط عليه عاوتاني واحد الضوء في خلال المواجهه ديالو في بدايه المواجهه ديالهم مع السوبر فيلنز كاملين, كيفاش استطاع انه يخرج الشباك ديالو. خونا توم هولاند تيقول لي ماشي تخرج الشباك ديالك من شي قنت واحد اخر. اسي مع راسك. مع الثالث هو اللي كان قبل من بدايه المعركه ما بين سبايدر مان. عاوتاني كل واحد يدوي على المشكله ديالو, ولكن كما قلت لكم اندرو غارفيلد صراحه كان هو النجم من بين سبايدر مان بثلاثه ككل. قلت لكم هو تمثل نيت ريلي سبايدر مان اللي تشوف في الكوميكس ولا اللي حتى في الانيميتد سيريز, فهمتيني؟ بهذاك الروح الشبابيه ديالو والحوارات اللي لقى في خلال هذه المشاهد تيدوي مع سبايدر مان تيقول لي تشوفكم بحال خوتي I love you guys. شوف ديك الحوار كان اوسم. الباك بين اللي كان عند توبي ماغواير واحد الديتيلز عاوتاني رهيب. الى ركزت معايا قبل من بدايه المعركه قال خاصني نستريتش شويه ظهري عندي مشاكل وانا سوينغي. هو تيسوينغي عنده مشاكل اللي تيبين لنا الكبر ديال توبي ماغواير على سبايدر مان, يعني شحال هو المده ديالو وتيمتلك هذه القدره هذه. ولكن الى ركزت معايا مزيان في هذا المشهد ديال ماي باك في ذاك الجزء الثاني ديالو فاش بشات القوات ديالو سبايدر مانيه وبغى يحصل عليها عاوتاني قام بواحد القفزه وطاح على الطوموبيل وضرو ظهرو. في هذا المشهد هذا يخرج واحد الاخبار في ذاك السنه هذيك ديال الجزء الثاني ديال سبايدر مان ديال توم هولاند ديال توبي ماغواير باللي هذا الشخص هذا توبي ماغواير ما يقدرش يكمل الدور ديالو ديال سبايدر مان بما انه تيمتلك واحد الباك بين, يعني ظهرو تيضرو. يعني هنا كان واحد الاسقاط زوين انه استغلوا الاخبار هذه وحطوها في النو هوم. يعني ديتيلز كانوا بزاف من عند المخرج صراحه. كاع الافلام ديالو كانوا عباره عن ديتيلز في الباك جراوند. هنا اندرو غارفيلد يقول لي انا نطرد لك دار. الحركه الاخيره ما بين توم هولاند سبايدر مان وجرين جوبلين كانت اوسم, لانه جات الفرصه لتوم هولاند انه يلتقم لعمته. بقى تيضرب في جرين جوبلين يضرب فيه ولكن هز اللوح في الاخير وكان غيقوم بطعن جرين جوبلين. كان تيدخل هنا تيدخل توبي ماغواير التدخل ديالو كان تدخل في صمت العينين اللي دواو في هذا المشهد. العينين ديال الحبس هذه ماشي الخدمه ديالنا, حنا ما تنقتلوش, حنا فقط تنقوموا بمعاونه الشعب. يعني كان واحد المشهد رائع كان فقط حوار بالعين فقط. ماشي تسالي المعركه ما بين السوبر فيلنز والسوبر هيروز انشقاق تبدا يطرا في السماء, الملتيفيرس تبدا يتشق. يعني هنا تظهروا معنا الشخصيات على حسب ما شفنا في هذا المشهد هذا, شخصيات ديجا وعارفين احنا غير من الانيميتد سيريز. الشكل هذا تيدل على سكوربيون, الشكل هذا تيدل على كات وومن, وهذه الشخصيه هذه الظل ديالها هذه عباره عن واحد الشخصيه اللي بات معنا في الانيميتد سيريز اللي هي تصيد السبوع مسميه ما عرفتهاش نسيت عليها. من واحد اخبار خرجوا باللي هذا الشخص هذا يهود الظل هذا اللي بالينا غير يمثل الدور ديالو الشخص اللي يمثل الاخ ديال واندا, اوكي؟ يعني غيكون عنده هاد الممثلين هذا جوج الادوار في العالم ديال الام سي يو. واش غيظهروا معنا شخصيات بدون اخرين الله اعلم. المهم الملتيفيرس تحل بالاخر. ولكن بيتي بارك في الاخير تضحي بنفسه وب
العالم ديالو. طلب من دكتور سترينج انه كل شيء ينسى شكون هو بيتر باركر. وهذه كاين التعويذه اللي طرا لي معها مشكل، يعني المعضله الرابعه هذو المعضله الثالثه، واش التعويذه اللي لقى دكتور سترينج واش غتاثر على الكون كامل؟ هنا الكون كامل شكون اللي تيشمل؟ غارديانز اوف ذا جالاكسي وتور وكابتن مارفل. كابتن مارفل واش تشملها هاد اللعنه هذه ولا لا؟ لانه اشخاص الوحيدين خارج الكون اللي تعرفوا الهويه ديال سبايدر مان تور وكابتن مارفل، كيف ما شفنا في انفينيتي وور، كيف ما شفنا عاوتاني في اند جيم. غارديانز اوف ذا جالاكسي واش تعرفوا باللي سبايدر مان وبيتر باركر؟ الله اعلم، لان على حسب الاحداث ديال انفينيتي وور ما قالش شكون هو يا بيتر باركر قدام لورد ستار ولا غارديانز اوف ذا جالاكسي. نيك فيوري هو كذلك، نيك فيوري بما انه خارج كوكب الارض، يعني غير هو في ديك السفينه الطائره التابعه لكابتن مارفل او مارفل اللي دارت معنا في الفيلم، واش غتشملو حتى هو يا العدو واش تشملو حتى يا اللعنه ديال دكتور سترينج ولا لا؟ والله اعلم، لانه بزاف ديال التساؤلات خلات هذه اللعنه ديال دكتور سترينج اننا نطرحوهم من بعد نهايه ديال الفيلم. بعد نهايه ديال الفيلم هنا كيف ما شفنا بيتر باركر حتى شي واحد ما تيقى يعرفوا بلي هو سبايدر مان، يعني هنا تيبقى السؤال عاوتاني، اللعنه واش تشمل حتى هي البي سي اش وتصاور ولا السوفت وير وشي كامل؟ ما فهمتش كيفاش هذه اللعنه غيكون عندها تاثير على بيتر باركر، لانه الكتاب ديال هذا الفيلم هذايا طرح لهم هذا السؤال من عند لي فانز، واش بيتر باركر غيتشطب عليه من لاسينيسيز ديال الامريكان ولا كيفاش؟ لانه التفسير ديالهم الوحيد الكتاب ديال هذا الفيلم هذا قالوا غيكون تاثير اللعنه ديال دكتور سترينج بحال داكشي ديال اللي شفنا في باك تو ذا فيوتشر، لانه باك تو ذا فيوتشر فاش كان التاثير على الخط الزمني والشخصيات ظهروا في بلايص ما خصهمش يكونوا فيهم اختفوا من التصاور، واش بحال هكا غيطرى بيتر باركر للتصاور اختفى بحال دابا التصويره ديالو هو توني ستارك، توني ستارك يقول لي دابا مصور بوحدو بحال اللي شفنا عاوتاني مع ايما واتسون والديها في هاري بوتر فاش لقات عليهم التعويذه ما بقاش يجبان في التصاور. هذا هو التفسير ديالو الوحيد الكتاب ديال نو واي هوم اللعنه ديال سبايدر مان. وتصور السوفت وير تاعو ما خاش عقل على بيتر باركر ولا كيفاش؟ لانه في النهايه ديال الفيلم سبايدر مان ما بقى عنده والو، يعني حتى ستارك اندستري اللي كانت تصاوب البدلات واللي تصاوب المعدات ديال سبايدر مان بحال هكا ما بقاش يعرف شكون هو سبايدر مان. لانه كيف ما بان لنا عنده ماكينه خياطه وصوب بدله ديالو خاصه، يعني باقي ما بقاش عنده البدله ديال النانو كذلك، يعني التفسير الواحد ما بقاش عنده البدله ديال النانو ان البدله السوفت وير ديالها ما بقاش يتعرف على الاي دي ديال بيتر باركر. كيفاش اثرت اللعنه على السوفت وير؟ الله اعلم. سولنيش المحزن اللي كان في الاخر ديال الفيلم هو ديال بيتر باركر مع صحابه فجا عند ام جي وطلب منها كوفي بحال هكايا، شاف السلسله باللي باقا متحافظه عليها. السلسله هنا كيف مشنا مهرسه، لانه الا رجعنا لفرام فروم هوم ترست بسبب الحرب اللي طرات ما بين سبايدر مان وميستيريو، وعجب الحال قالت لي غير خليها كيبت السلسله علاش ما تختفيش؟ انا شبا السؤال شكون اللي عطى ام جي السلسله؟ عاوتاني حتى الجرحه اللي على الجبين ديالها بتسال الزعمه من جاتها اصلا فاش لقى داكشور سترينج اللعنه ما فكروش زعما اشنو تيدير داكشور سترينج في ديك البلاصه؟ اش تيدير حدا تيمثال الحريه؟ اشنو تيدير ناد وام جي في تيمثال الحريه وهما مضروبين وخارج منهم الدم؟ لو التفسير منطق في النهايه ديال الفيلم. نجيو للنهايه الاخرى، كيف ما شفنا بيتر باركر ولا عايش بوحدو، حتى شي واحد ما بقى عارفو شكون هو، مي هو كيف ما شفنا من هذاك البوكس اللي كان في الاخير باللي تيقوم تيوجد نفسه باش يحصل على شهاده باش تخولو انه يخدم. واش غنشوفو هنا بيتر باركر اللي تيقدر يصور سبايدر مان، خدم مع ديلي بيوغل مع سميتها؟ يعني نتمنى نشوفو هادشي في الاجزاء القادمه من سبايدر مان الخاص بطوم هولاند، ملي يحصل على البدله الجديده ديالو وهو اللي خيطها وتيقوم بالسوينغات وتشي كامل خلال ايام ديال الكريسماس، ركزوا معايا مزيان، هو تيمر من واحد البلاصه، ديك البلاصه هادي شناها في الافلام ومسلسل ديال هوك اي، ديك الشجره هادي هذيك البلاصه فين تيتزلزل وشي كامل شناه في مسلسل ديال هوك اي، مسلسل ديال هوك اي صدر قبل من الفيلم ديال نو واي هوم. هنا يعني الاحداث ديال الفيلم ديال نو واي هوم تطرا قبل من الاحداث ديال الفيلم ديال هوك اي على حسب التفسير اللي شفنا في الاخر وفي البدايه ديال الفيلم ديال نو واي هوم. المهم ما نحرقش عليكم هاد لي زانفورماسيون، هادي تنقوم بواحد العمل واحد الفيديو مستقل على هاد ايستر اكس كما تنقول لكم، المعلومات اللي تكون في الباك جراوند اللي تشكل واحد لي ديتيلز مهمين اللي فان ديال هاد اليونيفرس. المهم هنا النهايه ديال الفيلم ديال نو واي هوم، وجات هنا النهايه الثانيه من بعد كريديت سين اللي تتعلق بالشخصيه ديال ايدي بروك فينوم. ايدي بروك شبان معنا في الاخر ديال الفيلم و تيقوم بواحد المكسيكي تيشرح ليه شكون هما الافنجرز، شكون هو هاد البليونير ايرون مان وشكون هو هالك وشكون هو هادشي كامل والبليب اللي طرات بسبب طانوس بالاحداث ديال نو واي هوم. شي كامل ما استطاعش ايدي بروك انه يستوعبه، حتى فينوم بنفسه ما استطاعش انه يستوعبه.
وهنايا من اللحظه اللي لقى فيها دكتور سترينج اللعنه ديالو لثاني مره، ايدي بروك يرجع للكون ديالو. وشكون اللي تيبقى؟ تيبقى شويه من السيمبيوت ديال فينوم. وهنا دلاله ديال اللي غيكون واحد الجزء رابع خاص بتوم هولاند از سبايدر مان. واش غيكون فينوم او غيبان لنا عاوتاني البلاك سوت بحال داكشي ديال توبي ماغواير في الجزء الثالث ديالو؟ الله اعلم. المهم انا متحمس للجزء الرابع. ولكن هنا رجعنا للاحداث ديال الفيلم ديال فينوم اللي ما تفرجش مراجعه يحاول انه يتفرج فيها. فالكريديت سين اللي جا في الاخر فينوم تعرف بيتر باركر، او بالاحرى تعرف اللبسه ديال بيتر باركر، لانه فينوم او ايدي بروك قبل ما يجي اليونيفيرس ديال توم هولاند، فينوم قال لايدي بروك باللي حنا كاينه جدا السيمبيوت نعرفوا ملايين المعلومات من خلال الاكوان. اللحظه اللي قال فيها الجمله هذه جاو الكون ديال توم هولاند. فينوم تعرف من خلال التلفزه والاخبار هاد سبايدر مان شكون هو، تعرف طب شكون هو بيتر باركر، لانه اللعنه اللي قال دكتور سترينج في البدايه ديال الفيلم ديال نو واي هوم كان الانعكاس ديالها ديال جميع الناس اللي تعرفوا بيتر سبايدر مان از بيتر باركر جاو الكون. هادشي بطبيعه الحال تشمل فينوم كيف مشنا احداث ديال فينوم وكيف مشنا في نو واي هوم. يعني هنا فينوم هذا اللي عند ايدي بروك ديال اليونيفيرس هذا، واش قال ديال الاكس مان ما عرفتش شنو هو، راه هو قال نفسه اللي كان عند ايدي بروك الخاص بالفيلم ديال توبي ماغواير الثلاثيه الاولى. والله اعلم. المهم هذا هو الترابط الوحيد اللي كان كيفاش عرف فينوم بيتر باركر او كيفاش عرف فقط اللبسه ديال سبايدر مان. يعني كاين بزاف ديال التفسيرات اللي كانوا مهمين في الاخر ديال الفيلم. دكتور سترينج، دكتور سترينج المشاهد الاخرى ديالو ديال انه فاش مشى عند واندا وقال لها انا محتاج المساعده ديالك في باب ان دكتور سترينج اللعنه اللي قام بها حلت المالتيفيرس. وهنايا تنشوفوا اعلان ديال الجزء الثاني ديال دكتور سترينج، وان شاء الله قريب غيخرج، ما بقى لي والو يعني ثاني ايام العيد ولا ثالث ايام ديال العيد. ساوش عاوتاني واحد ديتيلز بسيط من عند المخرج اللي هو التيم العام ديال كل سبايدر مان. الا لاحظتوا معايا ولا ركزتوا مزيان في اللقطه اللي ظهر فيها توبي ماغواير ولا اللي ظهر فيها اندرو غارفيلد من بعد ما ناد حل البوابات بجوج، تلعب التيم ديال كل سبايدر مان. الا ركزتوا مزيان غتحسوا بهذا الديتاي هذا. يعني سبايدر مان نو واي هوم حاولوا انكم تفرجوا فيه شحال من مره، يعني كل مره قريتوا شي معلومه او كل مره شفتوا مشهد في شي لقطه وعرفتوا التفسير ديالها عاود عاوتاني تفرجوا في الفيلم. يعني غتحسوا بكل مره تتفرجوا في الفيلم تكتشفوا شي حاجه جديده. وان شاء الله راه غنحاول انني ندير فيديو فيه هاد ايستر اكس كاملين اللي كانوا مخبين في الفيلم، نحاول ان شاء الله. المهم الفيلم كان اوسم من ناحيه القصه، كان اوسم من ناحيه التويستات، من ناحيه الدراما، من ناحيه الاكشن، من ناحيه الكوميديا اللي كانت طاغيه وماشي يعني مفروض علينا احنا كمشاهدين اننا نستمتعوا بها. كان اوسم من كل ناحيه. تبارك الله على ديزني، ونتمنى عاوتاني نشوفوا شي حوايج اوسم مع سبايدر مان توم هولاند. تقييمي للفيلم هو 9 من 10. المهم سي يو نيكست تايم. Peace.